الشهر ديال جونفير غادي نتكلموا على مرض هذا السنين الاخيره الناس اللي كيتصابوا به، العدد ديالهم غادي كيتزاد. الكيمياء حضرت لنا الاف ديال المواد مضافات في المواد الغذائيه. لذلك غادي نشوفوا اخر الابحاث العلميه اللي دارت على هذا المرض وكيفاش بينات العلاقه بين هذا المرض وبين بعض المواد الغذائيه اللي كنستهلكوا. 70% ديال المناعه الذاتيه ديالنا هي لافلوغ، واكثر من نصف ديال الاعضاء اللمفاويه اللي تدير لنا المضادات كاينه في لافلوغ. هذا المرض هذا هو واحد المرض اللي ما معروفش السبب الرئيسي ديالو. هذا المرض هو لا مرضي دو كرون. هذا الموضوع غادي نشوفوه في عين كيزد مساء الاثنين على قناتكم دوزام.